بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا من ولا تستنكفوا عن ولايته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه ولا تأخذه في الله لومة لائم. أول من آمن بالله ورسوله لم يسبقه إلى الإيمان بي أحد والذي فدى رسول الله بنفسه والذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره. أول الناس صلاة وأول من عبد الله معي أمرته عن الله أن ينام في مضجعي ففعل فاديا لي بنفسه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.